السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، يستقبل الجزائريون اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والغفران والمحطة الإيمانية التي يجتهد فيها الصائم لكسب الأجر ونيل رضوان الله عز وجل. وبهذه المناسبة العظيمة وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمسية كلمة أهنأ فيها الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الجميع إلى العملية على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة وتنمية الروح الوطنية والمواطنة. ونحن نستقبل نسمات شهر الرحمة، فإن كل جهود الدولة منصبة على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا، مما يدعونا من باب تقاسم المسؤولية الجماعية إلى العمل جميعا على تقوية الجبهة الداخلية وتلاحم الأمة، تنمية الروح الوطنية والمواطنة. رئيس الجمهورية بارك بالمناسبة للجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر، الصرح العالمي والعلمي الذي يعزز قيم الاعتدال والوسطية. نغتنم هذه السانحة العظيمة لنبارك للجزائريات والجزائريين افتتاح جامع الجزائر، لما يوفره هذا الصرح العالمي والعلمي من مرافق تليق برسالته النبيلة المبنية على قيم الاعتدال والوسطية. السيد الرئيس جدد في كلمته دعوته للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين المحتلة. يحل علينا رمضان هذه السنة وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا في فلسطين المحتلة، وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الإبادة الجماعية، وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الأمة الإسلامية. وبمناسبة حلول الشهر الفضيل، هنأ رئيس الجمهورية في كلمته أفراد جاليتنا الوطنية في المهجر. كما لا يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ أفراد جاليتنا في المهجر، متمنيا لهم قضاء شهر رمضان في ظروف حسنة ببلدهم أو في الغربة، ورمضان كريم أعاده الله علينا بالخير والبركة. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تبادل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه رئيس الجمهورية التونسية الشقيق السيد قيس سعيد التهاني في مكالمة هاتفية، راجين من المولى العلي القدير أن يعيده على الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي بالرخاء والتقدم والازدهار. أسدى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد والأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات خلال ترأسه أمسية اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أمر السيد الرئيس المحافظة السامية للرقمنة بمواصلة تقديم تقارير دورية تتابع تقدم عملية الرقمنة التي سجلت تطورا ملحوظا. وبخصوص الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة التي
التي مست 7 ولايات، وفي إطار إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطنينا، أمر رئيس الجمهورية بصرف منحة مالية تقدر 50,000 دينار جزائرية خلال شهر رمضان، وذلك في مدة أقصها أسبوع على أقصى تقدير. كما أمر السيد الرئيس بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. وبخصوص عرض حول توفر الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، شدد السيد الرئيس على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أي تذبذب مستقبلا في الأدوية، خاصة أدوية مرضى السرطان. تحديث منظومة تسيير الصيدلية المركزية وعصرانتها وفق نظام يقظة والتحلي بالصرامة اللازمة مع كل المتعاملين والمتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية. كما أمر السيد الرئيس بضرورة العمل وفق مخطط إعلام واتصال استباقية لأي تذبذب قد يسجل بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة. بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أشرف الوزير الأول نذير العرباوي اليوم على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر المجيدة. وبالمناسبة أبرز الوزير الأول الأهمية الخاصة التي يوليها السيد الرئيس رئيس الجمهورية للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وحرصه على إعطائها الزخم الذي تستحقه مع إعداد برنامج يسمو إلى عظمة الحدث الوطني الذي يحتفل به الشعب الجزائري هذا العام، وتكريس تقاليد الوفاء لتضحيات الشهداء وتخليد ذاكرتهم، وكذا تثمين الموروث التاريخي الذي خلفه جيل نوفمبر لتعزيز ربط الأجيال الناشئة وجدانيا بالقيم السامية للثورة التحريرية المجيدة. وأضاف الوزير الأول بأن رسالة 1 نوفمبر كانت مصدر إلهام للكثير من الشعوب في العالم للتحرر من الاستعمار وانتزاع الحرية والاستقلال، داعيا إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع لا سيما الشباب منها في إحياء هذه الذكرى المجيدة وتوسيع مظاهر الاحتفالات إلى كامل ربوع الوطن. وتتشكل اللجنة الوطنية لتحضير الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر المجيدة من عدة قطاعات وزارية تتولى أمانتها الفنية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر مارس المعنونة بالجزائر مكانة مرموقة إقليميا ودوليا، أكدت أن الجزائر الجديدة تحقق مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث شهدت في الأيام الماضية أحداثا بارزة أثبتت للجميع المكانة التي أصبحت تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي وبروزها ليس فقط كقوة إقليمية ولكن أيضا كفاعل دولي أساسي. ومن هذه الأحداث احتضان بلادنا لأشغال القمة 7 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، والتي كانت بحق قمة التحديات الكبرى، حيث نجحت قمة الجزائر بكل المقاييس في كل المستويات، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المنتدى في مواجهة تحديات الطاقة العالمية الراهنة، مثل ما أكده السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال اختتام أشغال القمة. أما الحدث الثاني فيتمثل في إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني بولاية تندوف على تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، أبرزها افتتاح معبرين حدوديين بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف الزويرات، وكذا وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي بتندوف. أما الحدث
الثالث فهو تدشين جامع الجزائر بما يحمله من رمزية المكان والزمان كقطب جامع ومنارة إشعاع وفكر وسطي يتعدى بعده حدود الوطن. وتضيف افتتاحية مجلة الجيش أن ما حققته الجزائر الجديدة على نهج تجسيد الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كطرف إقليمي ودولي فاعل ترافقه جهود مضنية يبذلها الجيش الوطني الشعبي سواء على الصعيد التحضير القتالي حيث يحرص السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على الوقوف شخصيا على التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية بمختلف النواحي العسكرية آخرها كان التمرين زوبعة الهجار 2024 أو ما تعلق بتعزيز أواصر التعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة وهو ما تعكسه زيارات السيد الفريق أول السعيد شنقريحة إلى كل من المملكة العربية السعودية جمهورية رواندا ودولة قطر. في زيارة قادته إلى المجمع العمومي للنسيج والجلود جيتاكس بالعاصمة أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على أهمية هذا المجمع في دعم الإنتاج الوطني في صناعة الملابس والجلود والحقائب. عون دعا بالمناسبة إلى ضرورة تحديد النقائص للنهوض بهذا المجمع الذي يعول عليه في رفع نسبة الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني. في فلسطين المحتلة يحل شهر رمضان وسط تواصل العدوان الصهيوني الهمجي على سكان غزة والضفة الغربية موقعا المزيد من الشهداء لترتفع الحصيلة إلى أزيد من 31,100 شهيد وأكثر من 72,700 جريح. فيما تتواصل حرب الأمعاء الخاوية التي يتفنن الاحتلال الصهيوني في تجسيدها على أرض الواقع ليبلغ الجوع مستويات قياسية لا سيما في الشمال. نهاية الموجز نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.